اهلا بحضراتكم من جديد. لو على البزازه تعالى نتكلم. السيد رئيس نادي الزمالك، واحنا لما بنتكلم على حاجه تخص الزمالك بيكون ده قولا على قول انه اتقال او وجه اتهام للنادي الاهلي. فالف باء ملك وكتابه مناقشه هذا الاتهام بكل الموضوعيه والوثائقيه والاحترام. اتقال انه لا، ما هو خلاص اصل الاهلي شالوا من بقه البزازه فبيعيط وعايز البزازه، وفي رايه البزازه ايه يا سيدي؟ قال لك الحكم المصري، لانه لما جبنا له حكام اجانب لمباراتين مع بيراميدز خسر ومع الزمالك اتعادل، فالاهلي ما بيكسبش بالحكام الاجانب، فمحتاج البزازه اللي هي الحكم المصري. بس انا عايز اتوقف فينا يعني. هو دايما هو بيتحدث عن بيراميد كان الموضوع يخصه. يعني انا وبيراميد، انا وبيراميد، طب انا تعادلت معاك وانت فرحان بهذا التعادل، يعني في ظروف موحله يعني مش ثانيا. ما كل انتصارات النادي الاهلي في السنين الماضيه دي كلها بحكام اجانب كلها. على فكره يقول لك حكام مصريين، تكلمه في المصري يقول لك حكام اجانب، تكلمه في الاجانب هيتوهك ويدوخك، خلي بالك يعني. طيب مصريين ولا اجانب؟ طب انت مع انهي فيهم؟ ايوه قول لنا انت مع مين؟ انت مين مع مين اللي بتكسب معاه؟ بزازه اجنبيه ولا مصريه؟ طب ما نفكر بالمدير التنفيذي لاتحاد الكوره وهو بيكرر رغبه رئيس الزمالك في مباراه سموحه في نهائي الكاس. كان عايز البزازه دي ساعتها مصريه ولا اجنبيه؟ محتاجين حكم مصري ولا حكم اجنبي لمباراه نهائي كاس مصر والاهلي مش طرف فيها؟ نفتكر كلام ثروت سويلم. اتحاد الكره اعلن انه قبل بطاقم حكام اجنبي. وبعت طلب الفلوس من نادي سموحه، ونادي سموحه ورد الفلوس. وبعد كده اعلن اتحاد الكوره ان الحكم مصري. كان من الاولى اذا كان الاتجاه لمصري ما كان يعلن قبوله لحكم اجنبي، وما كان يعني يرسل في طلب الفلوس والكلام ده كله. اتفضل. بص يا كابتن مدحت، عشان بس يعني دايما اتحاد الكوره يعني ما فيش فصيل يدافع عن اتحاد الكوره. أندية كبيرة، أهلي، زمالك، سموحة، اتحاد، إسماعيلي، كل نادي ليه مرودينه ومحبينه وإعلام ليه. اتحاد الكورة اتحاد هو اللي بيدير اللعبة. لا كابتن احنا ما أعلناش إن الحكم أجنبي. ما أعلنتوش. المهندس فرج عامر طلب رسميا بجواب لاتحاد الكورة، قال أنا عاوز حكام أجانب ومستعد لدفع كافة نفقات الحكام الأجانب. المهندس فرج عامر من حقه باعتبار ان نادي سموحه نادي اجتهد كتير جدا. المهندس فرج عامر لما عمل صرح عظيم لنادي سموحه نفسه حقق اول بطوله ليه، فده وضع طبيعي ان كرئيس نادي محب النادي عاوز يبقى الموضوع بعيده فيه حياديه وشفافيه. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، طب هل ما طلبتوش الفلوس يا كابتن ثروت؟ انا اكلم حضرتك في منتهى الصراحه. ايوه بالظبط. المستشار مرتضى منصور برضو حريص جدا نادي الزمالك، باللي بيتقابل نادي الزمالك بالمشاكل الكتيره اللي قابلت المستشار مرتضى خلال الفتره اللي فاتت دي، حابب جدا ان هو ياخد بطوله، فبرضو بيقول انا عاوز حكام مصريين. طيب هو طبعا الأستاذ ثروت يعني دائما ما يبهرنا بتصريحاته. كان احنا جبنا له الحكم اللي بيرتاح له، ما هو عايز يكسب بطولة بنجيب له حكام مصري، من حقه انه يطلب مصري عشان يكسب بطولة. يعني انت يعني يتقال الكلام ده وغيره يعني. ف يعني طيب انت جايب كمان الأستاذ مرتضى في كأس السوبر. لا مش كأس السوبر، قبل كأس السوبر. عندك حاجة قبليها؟ أستاذ مرتضى منصور وهو مش عضو في اتحاد في نادي الزمالك. أنت بترجعني بقى أيام ممدوح عباس. ما احنا بنحاول ندور البزازة المصرية ولا الأجنبية هي الأحسن. ما دام كده كان موقفه ايه بقى لما كان الحكم الأجنبي، لما الكابتن أو الأستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك
فاز للزمالك بكأس مصر بحكم أجنبي، حكم يوناني، وكان الأستاذ مرتضى منصور بره المجلس، كان رأيه فيها ساعتها. يا أستاذ الفاضل، أنا بقى سنين بعيد عن نادي الزمالك، خدنا الكأس بالحكم اليوناني، أنت بتتكلم في إيه؟ هتلاقي كمان محرم شريك ممدوح عباس رئيس البنك اليوناني هنا في مصر، عيب يا جماعه. ايه يعني فير جدا يعني. خدنا الكاس بالحكم اليوناني بشريك ممدوح عن طريق فلان شريك ممدوح عباس. كانت حلوه. ما هو يعني الدنيا مليانه كده. ايوه. يعني تقدر تطلع حاجات. طب ما تيجي نشوف مع الحكام الاجانب والحكام المصريين. لا خلينا في الحكم المجري نفسه. ما دي لانه على ذكر الحكام الاجانب، ودي انا قلت لكم من شويه، الاهلي ربما كان في نظر البعض عيبه انه ما بيطولش في الاعتراض، ما بيوقفش كتير عند اخطاء حكام بتضيع بطوله كامله، وحتى لو حكام اجانب. الحكم المجري اللي ادار مباراه الاهلي والزمالك في السوبر في الامارات، لقب كاس بطوله راحت من الاهلي للزمالك بخطا من الحكم وباعتراف منه. خطا ليه؟ لان المباراه انتهت الاصل 0-0. بالظبط. لو خد حقه النادي الاهلي بركله الجزاء، بركله الجزاء ممكن النتيجه 90% تبقى لصالح النادي الاهلي. نفكركم باعتراف الحكم المجري اللي ادار هذه المباراه، وادي يا سيدي بزازه اجنبيه كمان. Yeah, I saw in this in on the match also he played the ball and after the pass to the some other players there was the contact but for us wasn't penalty. Yeah, it is in this match must be the 100% penalty. ضربة جزاء بنسبة 100% لو كتبت في التقرير لا أعيدت المباراة، لكن هي اتقالت على الهواء. فادي يعني. وعلى فكره لا تحكيم اجنبي نافع ولا شافع مع ولا تحكيم مصري، هي الفكره مش التحكيم، هو كان بيعترض على التحكيم المصري وطلب اجنبي. معظم مباريات، مش معظم، تكاد تكون كلها مباراه الاهلي والزمالك في عصر الاكتساح اللي من اتجاه واحد كلها حكام اجانب، كلها حكام اجانب. عارف المشكله مش في التحكيم، المشكله في التحفيل. تحفيلها. التحفيل هو اللي بيحول الامور في اتجاه تاني خالص، لاجل ما الناس ولا هواة التحفيل. الناس اللي بتقول احصائيا الاهلي ثلاث حكام اجانب ما كسبش معاهم خالص. لا والله. انت بصيت في مباراتين بيراميدز وماتش الزمالك، فعشان كده اعتبرتها دليل ومستند. طب ايه رايك انا موافق على هذا الدليل وعلى هذا المنطق؟ موافقين. بس ما نمد بقى الخيط لاخره، نطوله بقى الخيط الاجنبي ونشوف البزازه الاجنبيه ديت لما استعين بيها في مباريات القمه الحال كان ايه. ومش هقول لك مباراه ولا اتنين ولا خمسه ولا عشره، اخر 20 مباراه للاهلي والزمالك، اخر 20 مباراه للاهلي والزمالك هيتقابلوا فيها مع بعض، ما لناش دعوه ببيراميدز. ال 20 مباراه للاهلي، بزازه محلي ولا اجنبي؟ العشرين مباراة الأخيرة بين الأهلي والزمالك الحكام الأجانب أداروا 17 منها، والحكام المصريين أداروا 3. أعتقد 20 نسبة كافية للحساب والنقاش والقياس عليها للزميل العزيز الأستاذ أحمد عفيفي، لأنه طلع قال لك آخر 3 مباريات لحكام أجانب للأهلي الأهلي ما كسبش. فالمعنى الضمني إن الأهلي ما بيكسبش مع الحكام. لا أنا موافقك وموافق منهجيتك، وانت راجل مهندس مد الخيط على اخره بقى. اتكلم في 20 مباراه اهلي وزمالك، هتلاقي في 17 حكم اجنبي اداروا لقاءات القمه. ال 17 اجنبي دول وثلاثه حكام مصريين، ادي ال 20. الاهلي مع الاجانب واخد الرقم الاعلى. الاهلي كسب الزمالك مع الصفارة أو مع البزازة الأجنبية 8 مرات، مقابل كام؟ مرتين للزمالك و7 تعادل. آدي ال 17 مباراة الأخيرة
في القمة مع الخواجات. خد من ده كتير بقى. التلات حكام المصريين إبراهيم نور الدين حكم الدورة الرباعية لبطل الدوري 2013-2014، الأهلي فاز بهدف أحمد توفيق في مرماه واحتسب ضربة جزاء للزمالك ضيعها. فاز الزمالك مرة واحدة مع الحكام المصريين محمد الحنفي في الدور الثاني للموسم الماضي وتعادل الفريقين. يعني سيادتك اللي مستفيد جدا من البزازة المصرية. التلات مباريات في العشرين مباراة الزمالك كسب مرة والأهلي كسب مرة وتعادلوا مرة. لكن لما جت الصفارة الأجنبية ال17 الأهلي كسب 8. وأرجوك الكلام على أنهي بزازة ما ينسيش الناس دي أبدا، إن فوز الأهلي على الزمالك 6-1 في 16 مايو 2002 كان بحكم طلياني، وفوز الأهلي على الزمالك 4-2 في 4 نوفمبر 2004 كان بحكم تركي مصطفى شولجو، وفوز الأهلي على الزمالك 3-0 في فبراير 2005 كان الحكم بيرتراند لايك، و16 يونيو 2016 نهائي كأس مصر الأهلي فاز على الزمالك 3-0 بحكم نرويجي. في نهائي كأس مصر كمان 2 يوليو 2007 الأهلي كسب الزمالك 4-3 بالحكم الأسباني ألفونسو بيريز. في دور الثمانية لكأس مصر الأهلي فاز على الزمالك 3-1 في مايو 2010 كان الحكم إيطالي نيكولا ريتسولي. في 15 ديسمبر 2013 دوري أبطال أفريقيا بقى الأهلي فاز 4-2 بالحكم الكاميروني. وخد من ده كتير جدا، اخرها 8 يناير 2018 في الدوري والفوز 3-0 وكان الحكم الايطالي ديفيد ماسا. انا بس عايز اتوقف على تعليق الاستاذ احمد عفيفي اللي بيقول فيه الحكام الاجانب في اخر 3 ماتشات مرتين مع بيراميد ومره مع الزمالك الاهلي ما كسبش، خسر مرتين وتعادل مع الزمالك. طيب يا استاذ احمد، ممكن تحلل لي اداء التحكيم الثلاث ماتشات لما يكون الاهلي خسر بفارق هدف وله 3 ضربات جزاء في 4 ضربات جزاء في المباراتين لم يحتسب؟ قول لي لا ملوش او قول لي لا له، بس مش عايز غير كده. في الماتشات اللي خسرها الاهلي كان له ضربات جزاء ولا ما كانلوش؟ والحكام دول كانوا جايين منين؟ بس يعني لان الحقيقه ان هو استاذ احمد وراجل منظم جدا وكلامه والمتحدث الرسمي لنادي بيراميدز فبرضه هيتسم بالموضوعيه. ها طب ما تاخد دي لمزيد من الموضوعيه ولمزيد من المد المنهجي بقى. خلي الخيط يطول لابعد مدى، مش 20 مباراه، 20 سنه اهل وزمالك عشان حكايه البزازه اللي اهلي عايزها معرفش اجنبيه مصريه ولا اجنبيه. في اخر 20 سنه اهلي وزمالك اتلعب 43 مباراه في كل البطولات. الاهلي فاز 22 مره، الزمالك فاز 9 وتعادلوا 12 مره، والاغلبيه الكاسحه حكام اجانب. يعني تجيب حكام اجانب على مدار 20 سنه الاهلي يتفوق باكتساح. في 20 مباراة أخيرة الأهلي يتفوق مع الأجانب، لما تجيب حكام مصريين 3 أنت تكسب مرة والأهلي مرة ويتعادلوا مرة، الكل بيتراضى. وبعد كده يتهم الأهلي إنه ما بيكسبش إلا مع الحكام المصريين، في حين إن الأهلي ما بيخسرش مباريات إلا مع الحكام المصريين أو الأجانب العرب المحليين الأجانب العرب الحكم القرصي دلوقتي. ده تفصيلة لفكرة علاقة الأهلي بالحكام سواء مصريين أو أجانب، الأهلي والزمالك. وليه الزمالك؟ لأنه رئيس نادي الزمالك وجه هذا الاتهام، وده اتهام برضه للأهلي يشكك في انتصاراته. لا، الزمالك بيكسب مباريات كتيرة بجدارة واستحقاق،
سواء مع حكم اجنبي او حكم مصري، والاهلي بيحقق انتصارات كتيره جدا بالحكم الاجنبي والحكم المصري، والاجنبي بيغلط والمصري بيغلط. وجبت لك ازاي الحكم الاجنبي نفسه اضاع على الاهلي لقب كاس، كاس السوبر في الامارات لصالح الزمالك، واعترف وقال لك ضربه جزاء 100%. وجبت لك ازاي الزمالك خد كاس مصر باعتراف الاستاذ مرتضى منصور نفسه وقت ما كانش في المجلس بحكم يوناني هو وصفه بانه ما كانش سليم وانه كان نتيجه علاقه ما. فده الوضع بالنسبه للتحكيم، عايزين نقبله نقبله، لكن التشكيك في الاهلي اعتقد مش هيبقى قدامنا الا الرد بهذا المنطق وهذا المستند وهذا التقدير للجميع. لا وبرضه فكره انك ازاي بتشكك، بتحاول بالسخريه والتهكم، يعني عايزين بقى نفضها سيره في الحته دي. حتى يا باشمهندس يحضرني برضو، هو انت لما تطلع تتهم جمهور الاهلي انه ما احترمش السلام الوطني، سيادتك ما افتكرتش ان انت اتهمت اتحاد الكوره انه اخذ شرف تنظيم كاس الامم بطريقه مش سليمه؟ يعني مش الكلام ده اتقال والناس سمعته؟ ليه احنا يعني وقت ما يحصل ده لا يبقى الاهلي هو اللي غلطان؟ عموما اعتقد الامر واضح جدا للجميع، وواضح انه المنطق فين والمستند فين. هنطلع لفاصل، بعد الفاصل المنافسه مستمره وخريطه الطريق ماشيه ازاي؟